بالنسبه للنزل سيبتم، النزل سيبتم والبونز والكارتلج اللي بيشارك في عمله، احنا عندنا ثلاث استراكشرز بيشاركوا في عمل النزل سيبتم، البربنديكولار بليت اوف اثمويد والفومر والكارتلج. ده لما يجي تكتب عليه نزل سيبتم، والسؤال اللي بيبقى عليه ارتيرال سبلاي، احنا لسه عايزين نفتح ده ولا خلاص؟ موجود في الثانيه او في كده فالنزل سيبتم ده بيجي، يجي السؤال ارتيريال سبلاي والنيرف سبلاي، هتكتب اللونج اسفينو بالاتاين نيرف اند فيزلز والجريتر بالاتاين نيرف اند فيزل، لو كان السؤال على مين؟ على النيزل سيبتم. واضح؟ الحاجه الثانيه اللي بتيجي في النيزل كافيتي اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي، اللاترال وول اوف ذا نيزل كافيتي زي ما احنا عارفين بيبقى فيه ثلاثه كونكي وفيه الميتاسيس ثلاثه مع واحده فوق خالص اسمها اسفينو اسمويدال ريسيس. واضح كلامي؟ بس لازم تكونوا محددين انتوا فين بالظبط. ففي عندنا ثلاثه كونكي، انا معرفش كلكم هتبقوا شايفين، انتوا كده كلكم شايفين ولا؟ انا مسكها لك. ها؟ مسكتك هات الكبير ده. والكبير ده النموذج ده هنطبقه هنا. هنا في ثلاثه، واحده صغيره جدا فوق اللي اسمها سوبيري كونكا، وبعدين اللي في النص ميدل كونكا وانفيرو كونكا، وكل واحده تحتيها ميتس باسمها، الا اخر واحده الميتس اللي هيبقى فوقيها مش ميتس، ده اسمه ريسيس. يعني هم ثلاثه اللي هم مترتبين فوق بعض بالمنظر ده، سوبيريور ميدل انفيريور. معايا الكلام ده؟ هتبقى هو هتلاقوه هنا برضه. لا ده شويه معلش، ده السوبيريور الميدل الانفيريور، سوبيريور ميدل انفيريور، سوبير ميدل انفير. انا بسالش على الميتاسيس في السبوتس، ما بسالش عليه، انا بسال على الميتاسيس والريسيس. اذا حطيت الاله بتاعتي في الجزء ده شايفينها فين؟ انا هنا سوبير كونكر، حطيت فوقيه ده اسمها اسفينو واسمويدال ريسيس، حطيت تحتيه يبقى سوبيرير ميتاس، ميدل ميتاس، انفير ميتاس. وضحت الكلام؟ خلاص يا احمد الكلام ده هيتطبق حتى لو جه الصغير ده، لو جه ده احنا بنحطه صغير طبعا، وكلكم المفروض تكونوا شايفين ادا اخر اول واحده اللي هي بنسميه ايه؟ سوبيريور كونكا، ميدل كونكا، انفيريور كونكا. لو جيت بالاله او بحاجه حاده ودخلتها هنا فوق اعلى واحده، ولو تحتيها سوبيريور، ده في النص ميدل، تحت كل واحده من دي بيجي السؤال عليها، ممكن على الاوبننجز اللي فيها اللي بتفتح فيه. فاول واحده خالص اللي بقول لكم اسمها اسفينو اسمويدال ريسيس بيفتح فيها مين؟ اسفينويدال، مين اخر اول واحده؟ اسفينويدال، اسفينويدال اير ساينس، والسوبير ميتاس بوستيريور اثمويدال، والميدل بيفتح فيها الانتيريور اثمويدال، والميدل والفرونتال والماكزيلا والانفير ميتاس. حفظت؟ ده اسمه اللاترال وول بتاع النيزل كافيتي، والارتيريال سبلاي والنيرف سبلاي. لو جالك هتقول ايه؟ هتقول ايه لو جاء ارتيريال سبلاي او نيرف سبلاي للنيزل كافيتي؟ انا هنا في اللاترال وول مش في الميديال وول، هتقول ايه؟ حد عارف حاجه؟ الارتيريال سبلاي والنيرف سبلاي في عندنا انتيرو اسمويدال، وفي عندنا البوستيرو اسمويدال، وفي عندنا اسفينو بلاتاين، وفي عندنا الجريتر بلاتاين، نيرف فيزل نيرف فيزل نيرف فيزل. واضح؟ ده بالنسبه ما يخص مين؟ النيزل كافيتي. ما جابش اللارنكس، اللارنكس 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 احنا عندنا هما الثلاثه سنجل والثلاثه بيرد كارتج. طب ايه اللي يهمني في الـ في الـ في السبوتس او في الاوسكي اكزام؟ انا ما بسالش على عددهم، الكلام ده ممكن يكون في الموديفايد او في الشورت الله اعلم، انما هنا انا بسال على حاجات معينه. اللي يهمني هنا المسلز، الاكشن، النيرف سبلاي، وفي هنا مجموعه عضلات كتيره، عضلات بتشتغل على الفوكال كورد برضه، الكلام ده كله نظري، وفي حاجات بتشتغل على الانلت بتاعت اللارنكس زي القري، عارفينهم ولا لا؟ اللي بيشتغل على الانلت. في كم واحد بيشتغل على القري؟ على هقول لهم اللي هو القري ايبيجلوتيك والسايرو ايبيجلوتيك، قري ايبيجلوتيك وسايرو ايبيجلوتيك. ممكن تيجي سؤال بعد كده في موديفايد ولا حاجه، نحط لك سيناريو على اللارنكس ونسالك عن العضلات اللي بتشتغل على الانلت غير العضلات اللي بتشتغل على الفوكال كورد، ابدكشن وابدكشن وستريتشنج وريلاكسيشن. وهتلاقوها اذا كان عندكم الهاند اوت بتاعتي، هتلاقوا مكتوبه فيها مرتبهم كده، عضلات بتابدكت، عضلات بتابدكت، عضلات بستريتش، عضلات بتريلاكس. ده الفوكال كورد.
في كلمة في الآخر عايز أقولها عشان أخلص الفيلم بتاع اللارنكس ده، النيرف سبلاي. النيرف سبلاي لما تجيلك أي عضلة فيه اكتب عليها إيه؟ إلا مين؟ يبقى لازم أشوف اللي هي العضلة الوحيدة اللي لها الإكسبشن ده، الكريكوسايرويد. لازم أشوفها في الأصل عشان لو جت أعملها الإكسبشن بتاعها. افتح الباب، الريحة تبعتها ما أشوف شيء. ريحة إيه يا عم؟ مفيش ريحة. أبداً. مش ريحة والله. ايوه ماشي خلاص يا جماعه. يبقى الاكسبشن بتاعنا هي العضله اللي لازم اشوفها واعرفها اللي هي كريكو ايه ثايرويد. اطلعها من اللعبه عشان اقول النيرف سبلاي لهذه العضله الاكسترنال لارنجيل اوف. جاي منين الاكسترنال لارنجيل؟ انتوا حافظين بس اكسترنال لارنجيل وريكرنت لارنجيل خلاص. جاي منين؟ ماكسيلاري. لا 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 اطلع بره، اطلع بره، تروح تقعد في البيت، ما تخش الاكزام اللي جاي. ترجمه ليه يا واد؟ اللي دخل لا لا عيب كده. مين النيرفس مين اللي جاي منين يا واد؟ اللي لا جاي منين الاكسترنال لارنجيل؟ مش لازم اطلع بره. روح بيتك. الفيجاس يا جماعه، الفيجاس ما علينا. اكتبوا كده الاكسترنال لارنجيال نيرف اوف فيجاس، ريكارنت لارنجيال نيرف اوف فيجاس. مفيش حاجه اسمها كده. ايه بتاع ايه ده؟ جاي منين ده؟ واضح العضلات دي فولانتري ولا انفولانتري؟ يعني تقدر لا استريتش يا كورد، ريلاكس يا كورد، ابدكت يا كورد. ايه الكلام الفارغ؟ اشتغل عليها ولا هي بتعمل استريتشنج وريلاكسيشن وابدكشن وابدكشن؟ تقدر يبقى اوتونوميك ولا انا غلطان؟ ينفع اشغلها سمباثيتك ازاي علينا؟ دي هايويد، دي ثايرويد كارتج، دي كريكويد كارتج. لو جينا من الخلف دي اريتينويد اللي هم راكبين على الكريكويد. فهل الكلام ده سهل بقى؟ ده الجلوبس متصل بمين؟ اللي بجلوتس بدي دي دي اللي الثايرويد كارتج. بيتصل فين باللارنكس؟ انا اسف، بيتصل الايه بجلوتس فين؟ ثايرويد كارتج في هنا في الانجل دي. اوتر ولا في الانر؟ اعلى ولا اوتر نقطه فيها؟ وضحت ولا لسه؟ اهو شايفينه ولا اللي بجلوتس ده متصل فين؟ هو برود ليف لايت اهو زي ورقه الشجر، عريض من الخلف ضيق من الامام. وضعه كده كده. انتوا خلفي بالنسبه لكم كده كده، خلف كده امام. واضح اللي هي دي ولا لا؟ واضح. هنا واضح. فين واحد كده؟ ها؟ شايفين ده؟ يا اما ده الابر ده اللور. وضعه كده ابر برود لور نارو. دي الحركه بتاعته. بيجي كده اري ايبيجلوتك. تقفل. مش انا قلت لها علاقه بالانلت؟ اري ايبيجلوتك سايرو عضله تطلع بتاعنا سيارات كارتليج ايبيجلوتك. اذا هو ليف لايك برود من ناحيه نارو من ناحيه. الاتاتشد اوف ده ايبيجلوتس من ناحيه البرود ولا من ناحيه النارو؟ من ناحيه النارو. فين بياتاتشد؟ في الكارتليج اللي هي اسمها السيارات كارتليج. فين؟ في الانجل. فين في الانجل؟ في اعلى نقطه. اسمه ايه؟ الجلوتس. اسمه ايه؟ الجلوتس. ايه العضلات اللي شغاله عليه؟ ثايرويد. لما اجي اقول لك ايدنتيفاي هتكتب لي ايبيجلوتس. منشن ماسل او اثنين ماسل شغالين عليه هتكتب لي اري ايبيجلوتيك وثايرو ايبيجلوتيك ماسل اوف ذا انلت نيرف سبلاي. خلاص ما احنا قلناهم كلهم. واضح؟ بالنسبه للثايرويد كارتج بيبقى عليها خط من هنا، ممكن ارسمه لك واحطه لك كده في العينه من بره. اسمه بليك لاين. اسمه ايه؟ مين العضلات اللي اتاتشت له؟ سايرو هايويد استيرنو سايرويد نيرف سبلاي. والله والله النيرف سبلاي يد المصيبه. مش المصيبه، يد المصيبه. ابن العلكه يا علي لا كسر عنابك. كفايه ما انت
العضلات دي لارينكس ولا مش عضلات لارينكس؟ انتوا خدتوا اللارينكس ولا لا؟ الا يعني ايوه طيب. طب اذا خدتوها ليش مش عارفينها؟ هل دي عضلات لارينكس؟ هي عضلات لارينكس اللي انا قلتها؟ لا انا بقول هي عضلات اتاتشد لللارينكس. في واحده اسمها سايروهايويد استيرنو من تحت من عند الاسترنا من هنا استيرنو سايرويد. دي عضلات لارينكس؟ دي عضلات اتاتشد لللارينكس ولكنها انفراهايويد ماسلز. عضلات في المسكولو سكليتال كان اسمها انفراهايويد ماسل النيرف سبلاي انسا سيرفيكالس سي 1 سي 2 سي 3 مالهاش علاقه باللارينكس ولكنها ماسلز اتاتشد لللارينكس اتاتشد للثايرويد كارتليج والثايرويد كارتليج اكزامبل لللارينكس. واضح ده الخط لو جبناه من بره. بالنسبه للكريكويد اللي يهمني فيها المحترمين دول الاثنين اللي هما الاثنين دول اسمهم ايه؟ اريتينويد. اظل الواحده منهم واقول لك اسمها ايه؟ هتقول اسمها اريتينويد. هقول لك اذكر اثنين او ثلاثه او اربع عضلات اتاتشد ليها. مين العضلات اللي اتاتشد للاريتينويد؟ انا قلت منهم واحده ذكرتها اللي هو الاري ايبيجلوتيك ترانسفيرس. في ترانسفيرس اريتينويد في اوبليك اريتينويد ها بوستيريور كريكو ولاترال كريكو كل دول عضلات اتشد لمين؟ الاريتينويد اللي هما الاثنين دول. مع الاثنين دول الاريتينويد فيه اثنين كارتريج كمان ثم اثنين يعني دول اثنين عليهم اثنين واثنين اللي هو الكورنيكيوليت والكيونيفورمز. بمعنى اما اجيب لك دي واقول لك اسمها ايه هتقول لي اريتينويد. هقول لك اذكر اثنين كارتريج تانيين اتاتشد ليها. مين الاثنين كارتريج اللي اتاتشد ليها؟ الكورنيكيوليت والكيونيفورمز. نو ماسلز اتاتشد بالحاجات الصغنونه اللي هي فوق دي مش واصلهم كلهم اللي هي واضح اللي ماسكه فيها العضلات الاريتينويد. وذكرنا العضلات وذكرنا اسمائهم والنيرف سبلاي بتاعهم كلهم ريكارنت لارينجيال نيرف اوف فيكس. واضح؟ طيب نشيل دي بقى ولا قبل ما نشيل لو جت شايفين معرفش من جوه ولا لا. هتبقوا شايفين الاثنين فوكال كورد دول شايفينهم دول كده اللي جوه؟ ايوه هو ده. لو ظللت واحد منهم بالقلم كده خططت عليه هتقول لي اسمه ايه؟ هتقول لي اسمه ايه؟ فوكال كورد. معايا؟ او قد يكون فيستيبولار فولد. لكن لما اسال في الاوسبي هبقى قصدي بيها مين؟ الفوكال كورد. هسالك اقول لك مين الماسلز اللي ريليتد او اتاتشد لهذا الاستراكشر اللي هو الفوكال كورد؟ هتقول لي الفوكاليس. بس؟ في ماسل اتاتشد تاني له؟ لا لا بس في ماسل تشتغل عليه كلهم اللي هم كلهم اللي هو بيسترتش وبيريلاكس وبيابدك وبيابدك. لكن ايه الماسلز لما اسالك واقول لك مين الماسلز اللي ريليتد له او ويزن ذيس فولد اللي جواها هتقول لي الفوكالز. لكن مين الماسل اللي شغاله عليه هتقولهم لي. من النيرف سبلاي بتاعهم الريكارنت لارنجيه. وضحت ولا لسه؟ طيب هعمل حاجه هنا. سمعتوا الكلام ده قبل كده ولا اول مره تسمعوه؟ لو جيت هنا على الاثنين دول شفتوهم انتوا الاثنين فوكال كورد مش كده؟ ودي سيروت كارتج. وجيت حطيت الاله جنبه كده في الحته دي كده. الاله كده دلوقتي فين؟ بين مين ومين على الاقل؟ بين الكارتج فوكال كورد وسيروت كارتج. شايفين انا فين الاول ولا لا؟ طيب شايف الفوكال كورد او الفوكال فولد اللي انا عليها دي؟ دي السيروت كارتريج مش كده؟ حط اصبعك هنا بحيث ان يبقى اصبعك بين مين ومين؟ بين الفولد الفولد اللي هي بتلف على الفوكال كورد يعني والسيروت كارتريج. اسمها ايه المكان ده؟ بايريفورم فوسا. ايدنتيفاي ذيس اريا بايريفورم فوسا كونتنت ميوكاس جلاند ليوبريكيت الفوكال كورد. واضح؟ النيرف سبلاي اما احط في البايريفورم انا فوق الفوكال كورد ولا تحت الفوكال كورد؟ تحت. انا كده فوق ولا تحت؟ انا كده فوق ولا تحت؟ انا هنا فوق ما انا فوق اهو. يبقى البايريفورم فص على مستوى اعلى من مين؟ يبقى السؤال من النيرف سبلاي لللارينكس من جوه. على حسب انت فوق الفوكال كورد ولا تحت الفوكال كورد. لو فوق الفوكال كورد انترنال لارينجيال نيرف
of superior laryngeal nerve of vagus. ما هو الفيجاس كان بيديني نيرف كان اسمه ايه؟ ريكارت لارنجيال ده من تحت، بس بيدي واحد الاول اسمه السوبيرو لارنجيال. السوبيرو لارنجيال ده ينقسم اثنين، واحد يخش اللاركس واحد يبقى من بره اللاركس. اللي بيخش اللاركس اسمه ايه؟ انترنال لارنجيال. اللي بيبقى من بره اسمه ايه؟ اكسترنال لارنجيال. اللي بيخش جوه هو اللي بيدي الميوكس ممبرين اباف ذا ليفل اوف ذا فوكال كورد. واضح؟ واضح؟ يبقى البايريفورم فوس اللي هي جنب الفوكال كورد، اللي هي بين الفوكال كورد وبين الثايرويد كارتريج، هذا المكان above the vocal cord. النيرف سبلاي لهذا المكان هو الانترنال لارنجيال اوف سوبيريور لارنجيال اوف فيجاس. واضح؟ نشوف بقى العضلات عشان كده خلصنا وخدنا وقت كتير جدا في الدرس. نخلص من دي، دي مين؟ دي مين؟ هايويد. يبقى دي مين؟ حاجه فيها هايويد. دي عضله من عضلات اللارنكس؟ لا. ادي واحده اللي جايه في الاوبليك لاين اللي قلت لكم عليها، احط فيها علامه فالكل يكتب لي عليها ايه؟ كريكو ثايرويد النيرف سبلاي الاكسترنال لارنجيال. ما احنا واخدين لاركس ما نعرفش حاجه قبل كده. واضح كده؟ دي هايويد. فلما تحط اسم العضله حط فيها كلمه هايويد، حاجه هايويد. دي سايرو هايويد انفرا هايويد ماسل انسا سيرفيكالس. امال مين دي؟ اهي دي اللي انا قصدي عليها. دي كريكويد اللي هي الكارتليج اللي تحت دي، دي الكريكويد اهي، واللي عليها دي مين؟ العضله دي اللي هي كريكو سايرويد. هي دي، هي دي النيرف سبلاي اكسترنال الاكشن ستريتشنج ستريتش تخلي الفويس شار تشتغل حلو قوي. دي عند النسوان شغالين. واضح؟ انت مالك مستغرب ليه؟ ايه يا ابو عبد العزيز مستغرب ليه؟ واضح؟ ارجعوا لي من ورا بقى. مين دي؟ اريتينويد. مين دي؟ اريتينويد. قولوا الاثنين اريتينويد. يبقى اللي بينهم دي مين؟ اما تيجي زي دي في امتحان دي جواها ترانزفيرس واوبليك، تكتب كده ترانزفيرس اند اوبليك النيرف سبلاي نفس الكلام. نيجي على الخلفيه دي، في واحده هنا اهي وفي واحده هوريها لكم، بس بعد ما اشيل دي او اشاور له عليها من الداخل هقرب لهنا عشان تشوفوه. دي سحب ها سحب. بعد ما اخلص دي بس، دي اسمها ايه اللي هي في الخارج الاول؟ دي ثايرويد ودي اريتينويد. دي بوستيريور بوستيريور كريكو اريتينويد. اسحب اسحب. في واحده ظهرت اهي اللي هي الداخل دي. اسحب اسحب. ده مش عايز اعمل فيها راجل. اسحب اهي دي، شايفها يا ابني دي واضحه؟ يبقى دي البوستيريور. دي مين؟ اللاتر. ودي الترانزفيرس. دي لاترال ودي بوستيريور كريكو اريتينويد. اقفل. البوستيريور كلكم هتشوفوها اللي هي دي، واضحه؟ اذا طلعت معاها ودخلت في الجنب هنا بعد ما تشد دي كده، في واحده بتظهر في الجنب اهي. شايفين دي اللي ظاهره دي؟ شايفينها ولا لا؟ ايه دي البوستيريور. اطلع معاها لف 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 هتلاقيها داخله على واحده ثانيه. دي واحده ثانيه غير دي اللاترال. دي مين؟ مين النيرف سبلاي معروف الاكشن اوف ذا بوستيريور ادكشن. تعمل ايه؟ واللاترال هي اللي بتعمل ايه؟ ادكشن. لاترال ادكشن. اللاترال ادكشن. والبوستيريور ادكشن. البوستيريور ادكشن. متاكد؟ ان شاء الله دكتور. في اللاترال بروسيس فلما تسحبها ادكشن. مين اللي بتعمل ادكشن؟ البوستيريور. طب بتعمل ادكشن. واللاترال بتعمل ايه؟ ادكشن. المحاضرة التكست عندكم بيقول ايه؟ ابدكشن. متاكد؟ ان شاء الله. هات التكست. انا مالي ومال المحاضرة. التكست بوستيريور. البوستير بتعمل ايه؟ ابدكشن. انت متاكد؟ دور عليها وهاتها. طب دكتور حتى هنا دي بنحطها في امتحانات كتير. مين فيهم الاخطر؟ البوستيريور ولا اللاترال؟ ليش؟ عشان هي الوحيده تسوي اختناق. صار لك ما فيها بتاكشن. كلوجر. الوحيده تسوي بتاكشن. اوكي. دي
ثابتة من هنا هتسحب ودي متحركة لو سحبت ده كده تلفها هتعمل ايه كده هتعمل كده يبقى تعمل ايه ابدكشن اللاترال شفتوها اللاترال لو سحبت كده تعمل ايه ابدكشن واضح مين فيهم الاخطر بقى اللي بتعمل ابدكشن ولا اللي بتعمل ابدكشن اللي بتعمل ايه ابدكشن اللي بتعمل ابدكشن ولا اللي بتعمل ابدكشن هي الخطره الخطره لو حصل انجري فيها لو حصل انجري في النير اللي بتعمل ابدكشن مش كده لانها هتدي فرصه للثانيه انها تعمل ابدكشن فيحصل سفوكيشن وضحت وضحت ولا لسه مين النيرف سبلاي بتاعهم بقى تاني حاجه بعد اللارنكس كلكم عارفينها اللي هي التراكيه طبعا اللارنكس دوت بيبقى اوبسيت الفيرتبري من كام لكام 3 4 5 6 ده بدايه اللارنكس عند سي كام 6 ونهايته عند كام سي كام 6 التراكيه تبدا عند كام سي 6 وتنتهي فين التراكيه فين بتنتهي فين عند الانجل فلويس اللي هي بين مين ومين؟ انجل فلويس 3 و4 ولا 4 و5؟ 4 يبقى عند اللور بوردر في 4 بتنتهي التراكيه بانقسامها الى اثنين ايه؟ برونكار التراكيه بتيجي بتيجي نحط عليها بنحط عليها علامه ماشي ونقول ايدنتيفاي عشان نسال على المهم اللي فيها مين المهم اللي فيها؟ الريليشن مين المهم اللي فيها؟ الريليشن بوستيريور ريليشن ليها مين؟ محدش يرد جهزوا اللي انا بقول عليه ده جاهز بوستيريور ريليشن ليها طبعا مشهور اللي هو الاوسوفيجاس والريكارن لارنجيال نيرف بينهم في المنطقه الاعلى العليا ولكن البوستيريور ريليشن الانتيريور ريليشن اللي قدامها مين مجموعه الانفرايد ماسل زي هنا لكن من تحت مين اللي عليه الارشف اورطه الازاجس من الناحيه الثانيه الارترز اللي طالعه من الازاجس من الاورتيك ارش برانشات اللي طالعه من الاورتيك ارش فاكرينهم الكومن كاروتيد والليفت سب كليفيان والبريكوسيفاليك الانتيريور ريليشن اوف ذا تراكي نيجي السؤال كده اذكر اثنين من الانتيريور ريليشن اذكر اثنين فيزلز ريليتد ليها اذكر اثنين فيزلز انتيريور ليها اذكر وان فيزلز هوك عليها اذكر وان ارتري هوك وان فين هوك اللي هو الارش في اورطة اللي هو عن هيئتها مع الليفت برونكاس او الازايجوس ارش واضح كلامه لا فممكن يجي السؤال مجرد ريليشن وانت تذكرها او هو يقول لك اذكر لي الفيزلز ريليتد ليها اذا قالها كده دي سهله هنقول الاورتيك ارش هنقول الازايجوس ارش هنقول الليفت كومن كاروتيد هنقول البريكوسيفاليك ارتري هنقول الليفت بريكوسيفاليك فين كل دي فيزلز ريليتد ليها لو قال لك النيرفس ليها ريليتد ليها من النيرفس اللي ريليتد ليها ومشهور جدا ليها الريكارنت لارنجيال نيرف اللي بينها وبين مين وبين الاوسوفيجس واضح انقسامها عند المنطقه دي ودي رايت برونكاس ليفت برونكاس بتيجي فيهم اسئله بتيجي فيهم اسئله مين فيهم الطويله مين فيهم الرفيعه مين فيهم اللي على لاين واحد مع التراكيه الليفت ولا الرايت الليفت ولا الرايت اللي على لاين واحد تقريبا الرايت مين الواسعه الرايت مين الاديه الليفت مين القصيره الرايت مين الطويله الليفت مين اللي بتنقسم قبل ما بتخش اللان الرايت مين اللي بتنقسم جوه اللان الليفت مين الريليشن بتاعت الاثنين مين الفين اللي بيهوك على دي ومين الفين اللي بيهوك على دي الفين اللي بيهوك على الليفت برونكاس انا اسف الارتري او الفيزلز اللي هو الاورتيك ارش انما الفيزلز اللي بيهوك على الرايت هو الازايجوس ارش واضح ده بالنسبه لاثنين برونكاي نخش بقى على اللي بعده بالنسبه لللانج اللانج لما بيجي فيها حاجه دايما بيبقى المنطقه الداخليه اللي بنسميها الميديال سيرفيس او الميدياستاينال سيرفيس والميدياستاينال سيرفيس في الرايت لانج والليفت لانج هي مناطق امبريشن او ديبريشن المناطق دي بتبقى ريليتد للارتري للهارت والفيزلز ريليتد للهارت اساسا ولكن هنبص الاول على الاثنين دول لو جات لي حاجه منهم مين فيهم الرايت ومين فيهم الليفت انا ما ببصش على الفصوص انا ببص على الاناتوميكال بوزيشن بحط الابكس فوق البيز لتحت الاوتر سيرفيس السموس الخارجي الانر سيرفيس الفيد بريسد اريا بخليه للداخل دي تمشي معايا كده ولا ما تمشيش كده دي رايت ودي ليفت اهي مفيش مشكله اذا اتاكدت هتبص من الاخر من الخارج هتبص تلاقي دي ثلاث فصوص ودي ايه فصين. ودي فصين تجهزوا نفسكم لكل لوب من دول ايه السيجمنت بتاعته ده ثلاثه سيجمنت وتعرفهم اللي هو الابيكال والانتيرور والبوستيرور بالنسبه للميدل تجهز نفسك برضه اللي هو الميديال واللاترال وبالنسبه للبوستيرور اللي هو الخمسه الابيكال والثلاثه بيزل الاربعه بيزل اللي تحت الانتيرور والبوستيرور والميديال واللاترال ده الكلام العام البسيط واضح بالنسبه للامبريسد اريا او الديبريسد اريا اللي فيها دي رايت ولا ليفت لانج ليفت ليه ليفت
حطيت الايبكس لفوق والبيز لتحت والميديا من الميديا سيرفيس اهو للداخل، ما تنفعش احطها كده. ليه ما تنفعش تحطها كده؟ ما هو الميديا اهو للداخل والايبكس لفوق والبيز لتحت. اه البوردر ده عريض، اخليه لورا، خليه لورا، يبقى دي تمشي معايا ايه؟ ليفت. طب ما ابص لها من الخارج هتلاقيها كام فص؟ فصين. انا اوريك دي وبوريك دي. طيب يهمني ايه بقى فيها تاني؟ ممكن اوريكم هنا وبعدين تشوفوها. دي الليفت لانج زي ما اتفقنا، دي المنطقه بتاع الظهيله. ايه اللي بلاقي فيها؟ هلاقي فيها البرونكس دي، دي المين برونكس، فوقيها فيزلز كبير بالمونري ارتري ليفت، وفي فتحتين، فتحه هي اماميه وفتحه سفلى خالص، ابر بالمونري فين لور بالمونري فين. يبقى لو دي ليفت لانج هلاقي فيها كام برونكس؟ برونكس واحد، وهلاقي شريان فوقيها او فيزلز فوقيها، اللي فوقيها على طول وكبير الارتري، وبعدين هلاقي فتحتين، فتحه اماميه خالص ما فيش بعدها فتحه، وفتحه سفلى خالص، ابر بالمونري فين لور بالمونري فين. نخش على الدبريس داريا، المكان الواسع ده كاردياك امبريشن، ده اساسا علشان الليفت اتريوم والليفت فينتريكل، ده ارشف اورطه ديسندنج اورطه، لو جه في الاخر وحط علامه مش هنا حطها في الخلف هنا اوسوفيجاس، مع ان الاوسوفيجاس في الرايت، لكن الاوسوفيجاس ما يتحطش هنا، اذا كانت دي الليفت كل ده اورطه. عايز اسال على الاوسوفيجاس اخر اللنج وفي الطرف هنا، لو جينا هنا حطينا عند الايبكس هتقول ايبكس فيزلز ريليتد اللي طالعين من الاورطه، اللي هم هنسميهم اللي طالعين من الاورطه، اللي طالعين من الاورطه من بدايته، واول ما بيطلع وبيلف بيطلع منه مين؟ البريكوسيفاليك واثنين الليفت، ليفت كومن كاروتد وليفت سب كليفيا. شفت عندك؟ بصوا لي انت بقى هنا، اذا كانت دي ليفت لانج هبص هلاقي فيها فتحه واحده بس، حط ايدك عليها في الامتحان هتلاقي فيها حاجه هارد، ده البرونكس، دي المين برونكس. بص فوقيها على طول لو انت لف هتلاقي فيه فيزل مفتوح قد كده، فوقيها 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 على طول، هتقول عليه البالمونري ارتري ليفت. يتفضل عندك فتحتين موست انتيريور، دور على فتحه هي الموست انتيريور، مفيش انتيريور بعديها، والموست انفير مفيش انفير بعديها، لور بالمونري فين ابر بالمونري فين. الديبريس اريا اللي بتيجي هنا كاردياك انترو انفيريور، هنا ارش اوف اورتا ديسندنج اورتا اوسوفيس. ايبكس فيزلز ريليتد اللي طالعين من الارش، بريكوسيفاليك ليفت كومن كاروتيد ليفت سب كليفر. واضح حته دي مين؟ دي مين؟ الرايت. عرفت انها رايت؟ على الاقل لو بصيت لها هتلاقي فيها كام فص من الخارج؟ اذا لقيتوها يبقى خير وبركه، احنا ما عندناش غيرهم اصلا. ادور على البرونكس هلاقي فيه هنا برونكس كبيره برضه، بس دي بقى مش برونكس واحده، لو بحثت فيها هتلاقيهم في فتحه ودي فتحه، اتنين اصلا هم. ايب ارتيريال هيب ارتيريال برونكس. هتقولي دي فتحه واحده، هقول لك عشان القطعيه بدري شويه. انما هما فتحتين بغض النظر، دي برونكس. انا قلت في الليفت لانج الارتر الكبير كان فوق ولا كان امامي؟ فوق. هنا هنلاقي فيه فيزل كبير قوي امامي، قدامها قدامها، ده الرايت بالمونري ارتري، وموست انفيريور وموست سوبيريور، لور بالمونري فين ابر بالمونري فين. الدبريسد اريا اذا كان في هذا المكان الكاردياك، في هذا المكان ارش اوف ازايجوس، جينا في الخلف مباشره في الخط ده مباشره هنا ازايجوس فين، جينا في البوردر هنا اوسوفيجاس، جينا هنا تراكيا واوسوفيجاس. الفتحات اللي عندنا هتحط ايدك هنا هتلاقي فتحه برونكس اهي، هي مش فتحه واحده، هم لو بصيت فيها هتلاقيهم فتحتين، واحده العاليه هيب ارتيريال والتحتانيه هيب ارتيريال. بص كده جنبها وامامها مباشره، امامها امامها، الثانيه كانت فوقيها كان في فيزلز قد كده فوقيها، انما هنا في فيزلز اهو كبير امامي، وفي فتحه عاليه قوي وفتحه واطيه قوي، ابر بالمونري فين لور بالمونري فين بالمونري ارتري. الديبريسد اريا لو في المكان ده حطينا علامه هنا في اي مكان هنا كارديا،
فوق القوس او فوق الهيلم مباشرة ازايجوس ارش ورا الهيلم مباشرة في هذا المكان لكن في البوردر من هنا الكبير ده كل ده نظلله كده ازايجوس اسوبيس لو جينا عند الايبكس وحطيت علامة هنا هتقول ايبكس هقول لك مين الاستراكشرز ريليتد هتقول لي حاجتين هنا تراكية واسوبيس واضح دي مين نطبق الكلام ده هنا ايدنتيفاي كارديك ايدنتيفاي ارش اوف وات اورسد هي دي ليفت ولا رايت ليفت فين كلامي ايدنتيفاي ايدنتيفاي برانشز بيزلز ريليتد برانش ليفت ايدنتيفاي لينجولا سيجمنتس ابر لور ابر لور انت شفت مراجعتي قبل كده ولا ايه سيد الكلام اللي بقوله بقولش غيره رايت كاربي زايجوس استرنو كوستالس انتر كوستال مصر طب هنا بسأل على اي واحدة هنا طالما هنا وشاورت لك من الخارج بقى استرنو لو جيت من الداخل وحطيت لك هنا هنا مصر يا كدبين اخص لا انا اللي شارحها لا والله الدكتور لا والله مين والله مين لا محاضرة انت استغربت بالمحاضرة كمان مش عارف مين اللي اعطالك المحاضرة هل تظن لا. انك تستحق الحياة الان؟ انت لغيتني من الوجود خالص ده انت مسحتني بمحاية انا اللي اديته واعوذ بالله من كلمة انا انا قلت لكم ان هنا في حاجة اسمها انر موسى انا قلت لان رمستي موجودة بس فين في المنطقة دي لو سألتك في اي منطقة في المنطقة الوسطى دي يعني هنا حد شايف المنطقة اللي ناحية الاكزيلا مثلا انا قاطع السوراسيك وول المنطقة الامامية منه اهو هركبه علي اهو المنطقة الوسطى عندي اهي ده صغر عندي هنا في هنا حاجة اسمها رمست لكن هنا يبقى من داخل هنا انترنال طب انترنال ولا ميمبرين لا قدام انترنال نفسها الممبرين بتاعها من ورا طب لو دي اكسترنال هنا لا هنا اكسترنال لو قربت هنا لكن عموما لا تكتبش ممبرين ولا تكتب هي العضله لو من الامام تبقى اسمها اكسترنال لو من الداخل من هنا تبقى مين ولو العضله اللي ماسكه في الاسترنال تبقى مين وكلهم النيرف سبلاي بتاعهم مين نفس الوضع ده حته من الابدومينال وول والثوراسيك وول انا عارف الامبليكس اهي فين الاسترنم اهو مين العضله دي لو جيت حطيت هنا بين الريبس هنا وسالتك دي مين انترن اللي هيكتب انر موس يا رب تكتبها يا رب تكتبها وتخلصني منك بعد ما تقول لي انتك مش موجود يا دكتور عبد الرحمن ده مسحني المنطقه الوسطى دي اللي بين اتنين لانجز دي اغلبها فيزيتس كارديو فاسكولار اللي هي الميدياستاين معايا انما هنا من الميدياستاينم اللي يهمني مين تراكي. اللي يهمني في المنطقه دي التراكيه ودي مش موجود في وريد هنا هو الرهولكو الازايجوس ارش وهي في كارديوفاسكولار بس عشان تشوفوه بس ده الازايجوس ارش اهو وده الازايجوس بين اهو ركز كده عشان هم يشوفوها احسن مش هقدر اشيلها طب يهمني هنا الميدياستاينم الميدياستاينم ما اسالهاش هنا لان ده كارديوفاسكولار ده هارت اوف فيزيتس تراكيه واوسوفاجس اوسوفاجس جي اي تي التراكيه معايا شفناها نسيل هنا زي ما اتفقنا انما منطقه الميدياستاينم ده كارديو فاسكولار باللي خارج وداخل فيه انما اللي يهمني هنا مين اللي يهمني هنا اوريها لكم عشان تعرفوا ان ده اللي بيسيب البصمات على اللانكس اللي احنا شفناها فلما بسال عن الميدياستاينم بسال عن الميدياستاينم في اللانك واحد اثنين ده مين ده يفران بيجي بنحط عليه علامه او نحط فيه اله ويقول لك ايدنتيفاي فتكتب لي مين لو انت هنا تكتب رايت كوبيولا اوف دايفرام لو انت هنا تكتب ليفت كوبيولا اوف دايفرام وفي الحالتين الاسئله اللي بتيجي عليه منشن 1 2 او 3 اوبننجز اند ذير ليفلز وستراكشر باس ما بيجيش كل ده اي حاجه منهم تيجي يعني
احنا عندنا ثلاث فتحات اساسيين وفتحات كتيره صغيره اللي يهمنا الثلاثه ميجر الكبار. مين الثلاثه ميجر الكبار؟ اللي هي المنطقه الاورتيك وسوفيجيال فينا كيفل. الثلاثه يتعرفوا الليفلز بتاعتهم. الاورتيك عند الليفل اوف تي 12، اوسوفيجاس عند تي 10 تي 10، الفينا كيفل عند تي 8. كل واحده منهم تعرفوا الاستراكشر باس ثرو، احفظوه. كلامي واضح؟ تيجي في الاثنين، تيجي في هنا وتيجي في الاسب في الموديفاير. انا بتاكل واحد قلب الريبس من الدهن. من الدهن يا راجل يا راجل. هسال بقى انا لو مش هتكلم فيها خالص. شيلك ده؟ اه شيل. ده فيرست ولا التويلفز؟ ريحها يا ده الفيرست مش كده؟ وقلنا بنسيل عليه ازاي ده؟ احفظ الفيتشرز، ثلاثة من الفيتشرز بتاعته. احفظوا ثلاثة من الفيتشرز بتاعته. معايا؟ ان هو الشورتست، ان هو البرودست. معايا؟ ان الهيد بتاعته عليها كام فاسيت؟ واحدة. التيوبريكل بتاعته عليها كام فاسيت؟ واحدة. لو كام سيرفيس؟ ابر ولور. مش زي بقية الربس اوتر وهنا. لما يجي لك في امتحان تعرفه رايت ولا ليفت ازاي؟ ريحه. هو كده مرتاح ولا تعبان؟ مرتاح. مرتاح. اشيله كده؟ احطه عليها كده ينفع؟ لا. طب حطه كده. مرتاح. مرتاح. ولذلك هنا هتلاقوا في بعض الريبس متعبه في انها اعرفها في الطريقه بتاعتي. كان في واحد قبل كده كنت بحطه لكم ما تشوفوه كان مش مرتاح. اهو. اتعادل اهو. مش مرتاح. لو جبته كده؟ مرتاح. مش مرتاح. عندك روح دربي تاني؟ هدى. مش مرتاح. لا مرتاح. مرتاح جدا. وكده؟ مش مرتاح. الهيد بس، الهيد مرفوع عن الترابيزه اهي. واضح؟ فاعدله تاني واريحه. واشيله من مكانه واقول له انت مرتاح كده؟ تعالى لي زي ما انت كده. يبقى ده ايه؟ ليفت فيرست ريب. معايا؟ فيه فوقيه من فوق بنجيب الابيض ده. من فوق بنظلل هنا علامة أو بنحط ثلاث علامات ونقول لك ايدنتيفاي. لو علامة هتبقى بتاعت الاسكالين، لو نقطة، لو خط وخط يبقى سبكليفيان وسبكليفيان. سبكليفيان فين؟ سبكليفيان ارتر. ده مين؟ ده الفيرست. ده يجي 12 ويقول لك ايدنتيفاي، هتقول 12. مش صعب انك تعرف شمال ولا يمين، مش هطلبها منك انك على ده بالذات. ولكن ايه الفيتشرز بتاعته؟ ان هو قصير، ان هو له بوينتد اند، ان الهيد بتاعته عليها كام فاسيت؟ فاسيت واحد. ان له اوتر سيرفيس وانر سيرفيس، مالوش كوستال جروف. مالوش كوستال جروف، وده اللي خلاه تيبيكال. ان الهيد بتاعته عليها فاسيت واحد، وانه مالوش كوستال جروف، وانه بينتهي تابرنج. ده 12. اي ريب تاني لما يجي اعرفه شمال ولا يمين ازاي؟ اوتر سيرفيس، انر سيرفيس، ابر بوردر راوندد. ما ينفعش احطه كده، والا الابر بوردر هيبقى ايه؟ شارب. يبقى ده تيبيكال ولا مش تيبيكال؟ تيبيكال. بيجي رايت تكتب نمره كام؟ مش مطلوبه منك، اكتب تيبيكال وبس. المطلوب تعرف رقمه اللي هو ده وده. مش لازم. استنى نمره 2. مش لازم. هو صعب ده، صعب اهو. اثنين اللي هو بيبقى وضعه ما بين وضع بيت الربس. معايا؟ مش كتير بجيبه، لكن هو انا بركز على الاولاني تقريبا والتيبيكال. معايا؟ لما يجي لك تيبيكال هيقول لك الفيتشرز بتاعته. يبقى تقول له هيد، والهيد عليها كام فاسيت؟ اثنين. هتقول له نيك، هتقول له تيوبريكل، والتيوبريكل عليها فاسيت، هتقول له اثنين بوردر، ابر بوردر راوند، لور بوردر شار، هتقول له كوستال جروف. واضح ولا مش واضح؟ ده الفيتشرز بتاعت الفيرتيبري. مين فيهم التيبيكال والايتيبيكال في الريبس؟ واحد، اثنين، 11، 11، 11، 11، 11. صح، في كتب بتقول لاست 3، وعبد الرحمن قال كام؟ لاست 4، 9 و10 و11 و12، لان كل الاربعه الاخرانيين دول الهيد بتاعهم عليها فاسيت واحد. معايا؟ 9 ده اللي داخل ما بين الاثنين، ساعات يمسك في اثنين فاسيت وساعات واحد، لكن بيخش ايتيبيكال. ده بالنسبة للريبس واحد واثنين واخر اربعة. انما بالنسبة للفيرتبري اول فقرة واخرة كام؟ اربعة. من اثنين لثمانية تيبيكال ولا ايتيبيكال؟ تيبيكال.
لو جبت لك فقرة زي دي انت عليك لمبر؟ لا عليك سيرفايكال ثراسك. يبقى ثراسك. يبقى المفروض ان انا اعرف حاجة واحدة بس هي ثراسك تيبيكال ولا ايه تيبيكال. اذا لقيت الفقرة بتاعتي الى حد ما واخد الوضع ده بمعنى ان البودي بتاعها الى حد ما صغير وهارت شيب غير ده هو لسه هارت شيب بس الى حد ما كبر شوية يبقى دي ثراسك. انا ما عنديش لمبر عشان اكتب له في الامتحان ان دي لمبر ولكن هكتب ان دي ثراسك بس دي شكلها ثراسك في الاخر ودي ثراسك في المنطقة المعقولة اللي هي التيبيكال. وضحت ولا لسه؟ وتبقى ان انا اعرف لما جيلي دي في امتحان ابص على البودي بتاعها. قلنا الكلام ده قبل كده. البودي بتاعها على الجنب ومن الخلف المفروض عليه كام ديمي فاسيت؟ اتنين اهم. ادي نص وادي نص. اذا كانوا ظاهرين زي دي هجيبها لك كده من غير ما اصللها. اذا كان هحس انها هتبقى كونفيوزد فيها هحط لك علامه فوق وعلامه تحت عشان اقول لك ان في اتنين ديمي فاسيت. لما تشوف الاتنين ديمي فاسيت تعرف ان دي تيبيكال ثوراسيك فيرتيبل. الباقي تجيبه من دماغك. فيتشرز الفيتشرز بتاعتها ايه؟ هتكتب البودي بتاعها هارت شيب. هتقول ان عليها كام؟ اتنين فاسيت، اتنين ديمي فاسيت. هتقول لها ترانزفيرس بروسيس والترانزفيرس بروسيس عليه فاسيت. هتقول ان ليها اتنين سوبيريور ارتيكولار فاسيت واتنين انفيريور ارتيكولار فاسيت. الاتنين السوبيريور لوكس بوستيريورلي، الاتنين الانفيريور لوكس انتيريورلي. ان لها سباين والسباين بتاعها بيبقى اوبليكلي او فيرتيكالي. اما لو جاب لك في فقره مثلا هي مش دي وجيت كده لقيت السباين بتاعها ان لقيناها هنا هتلاقيها ماشي ترانزفيرسلي كده مش واخد حتى الاوبليك ده. طيب ده هتلخبطني. واقوم جاي في الجنب هنا راسم لك عليها دايره كامله ونص. دايره كامله ونص ارسمهم كده دايره كامله ونص. لو لقيتهم تبقى دي مين؟ وتكتب عليها الفيشرز بتاعتها ايه؟ الهارت البودي بتاعها هارت شيب مفيش مشكله عادي كله عادي كله زي اللي انا لسه ذاكرهم الحين. ولكن الزياده عليها ايه؟ ان البودي بتاعها عليها 1 كومبليت فاسيت اند 1 ديمي فاسيت. لكن نفس الكلام اللي قلته في التيبيكال راجعوه هتلاقوه هو مفيش فرق. انما لو لقيت فقره زي دي كبيره البودي بتاعها ما عادش زي ده متهيألي في فرق يا جماعه ولا مفيش فرق؟ دي ثراسك ودي ثراسك. فانا هشك وانا في الامتحان ان دي احتمال تكون الثراسك في الاخر او مباصص على الجنب بتاعها. لو لقيت هنا كومبليت فاسيت دايره كامله دايره كامله مش نص ونص ولا واحد ونص والبودي مجعبر مبرطخ قد كده قدامي فانا هشك. وممكن تكون ثراسك تيبيكال اجيبها دي برضه وهم حاطط عليها هنا كام علامه؟ واحد. نص ونص. ما يجيش واحد تعالى يقول لي يا دكتور واحنا طالعين ويجي لي الاوضه احنا عملنا زي ما انت قلت وطلع غلط. انا اعمل لك ايه؟ ما انت ما شغلتش مخك حتى لو كبيره وجيت رسمت من الجنب نص ونص وهي كبيره بس عليها نصين بقت تبك ولا مش تبك؟ يبقى الحوار اللي بيننا وبين بعض يتركز على الفاسيتس. كبر البودي هيلفت نظري انه قريب من تحت ولا هيلفت نظري. انما يعملها عبد الرحمن هيعمل يجيب لي واحده كبيره عشان اقول عليها ان هي من اخر اربعه بس يكون حاطط لي عليها مثلا ايه في الجنب؟ لا صعب دي تيجي. ليه بقى؟ لان السباين هيكشفني هيبقى عريض وقصير. انما الاولانيه لازم يبقى طويل وبونتد وهي كلها على بعضها البودي بتاعها صغير اتكشف. انما دي ممكن اجي في الجنب واقوم حاطط نص ونص تبقى تبك. لكن لو حطيت دايره كامله تكتب لي كده اما 8 او انا اسف اما 1 اوف لاست 4 واحده من اللاست 4. انت نمت؟ شكلك نمت. انا خايف. لا انت هتقع الناحيه دي مش هتقع الناحيه دي. يبقى تكتب 1 اوف لاست كام؟ 4. او تكتب كده 9 او 10 او 11 او 12 مش طالب منك تعرف لي مين. اذا لقيت عليها ايه؟ 1 اذا لقيت البودي بتاعها كبير والسباين بتاعها بقى قصير وعريض قصير وعريض وماشي ترانزفيرسلي ترانزفيرس زي واحد بس ايه الفرق بين هنا وبين واحد؟ ان واحد طويل انما هنا قصير. ان الثاني نمرة واحد رفيع ان ده عريض. البودي بتاعها كبير
هارت شيب، قد تكون قريبة من اللامبر آخر الثراسك. أقوم باصص على مين؟ على الجنب. لقيت نص ونص يبقى طص، يبقى زيها زي الباقيين. لو لقيت فاسيت كامل يبقى مش طز، يبقى يا 9 يا 10 يا 11 يا 12. عارف يعني ايه طز؟ والله انت عارف. لا يعني ايه؟ لا تهتم. لا ت... يا سلام. الله انت مصري كده. تعالى اما اديك البصمه. في حاجه ثانيه عايزين تسالوا عليها؟ اذهبوا فانتم الطلقات. دكتور نستايل ولا هذا؟ امشي يلا. امشي يلا. امشي. ما تسالش على حاجه خالص. ما بيني وبينك عداء. عداء مستحكم. انت مسكن العداء المستحكم؟ اشوف هتعمل حاجه ثانيه ولا خلاص؟ هو بيسال هنا علي عايز هنا ايه؟ لا اسال بس. ما فيش هنا حاجه، احنا قلنا الميديا ستايل لما نسال اسال هنا ولا اسال في اللانس؟ عشان ديبريشن. بس ايه تاني؟ طب اسال. دكتور قول اي حاجه، قول يونيفرس اهو بتاخد لك اجر عند الله. السكند مش لاقيه حاجه. مش السكند ده. يمين هذا دكتور. ولا ده. ده من هذا؟ هذا دكتور. لا 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 هو المفروض ده بس مش هيمشي معاك. بص ده ما يبقاش زي بقيه الربس. بص بقيه الربس يبقى ايه؟ يبقى معاك كده اوتر وهنا وده اوتر وهنا ما يمشيش معاك. هذا دكتور هذا كان هو ده بس برضه السيرفس ابر ولور بس هو مش الفيرست. هو مش الفيرست لكن طبعا محافظ العلامه دي اسكان. بس انا ما بجيبش حاجه ملونه زي دي. انا بجيب حاجه ابيض عموما مش هجيبها. طب هذا دكتور الدم تكون واضحة. دي دي يا جماعة تيبك ولا؟ لا فيرست. بصوا كده احنا قلنا امتى نقول فيرست؟ يا سلام عدال قبل ما ابص لاي حاجة. العين تيجي على مين؟ سباين. سباين ده فيرتيكال. ده انا قريب من تحت. انا دي على فكرة يا 6 يا 7 يا 8 دي تيبك. دي 6 يا 7 يا 8 انما لو لقيت السباين ده كده 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 ماشي كده اهو وبوينتد زي ده ترانزفيرسلي يبقى دي 7. طب بص كده في الجنب هنا هتلاقي. بصوا شوفوا الشحطه هذه والشحطه هذه شايفينهم ولا لا؟ بص قرب كده. ادي واحده ايه؟ ادي واحده ثاني دكتور. وريها لي. لا هنا مش واضح دكتور. هنا؟ ايوه عشان تطلع زي التمرين. وريتها له؟ برافو عليك. 11 واحدة بس تبقى دكتور الرأس تبقى ايه؟ الرأس تكون واضحة دكتور. لا ما فيش دامي بس كامل. دكتور ليش مو بفضل يعني؟ انا هحاول اقنعه ساعات بيعصب معايا. هم ساعات بيعصب معايا. دكتور شلون الشلون 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 الثاني على الثاني بقى مثلا واحد واحد كامل هذا الاول اخر اربعه دكتور هذا اللي طلعت فرحات غامقات. هذا استرك ستارس. هنا مفيش كوستارس. طيب هذول كلهم اللي بين الانتر كوستر بس كلها انترنال انتر كوستر ما في انر موست. كل هذول ما عدا الغامق هذا استرك ستارس. من برا لو اجي من برا هذول كلهم وشو اكسترنال انتر كوستر. يعني من برا اكسترنال انتر كوستر من داخل انترنال انتر كوستر استرك ستارس. لا لا واضح. طيب خلاص يعني
هي الحته اللي بين ده شايف الشموس ما هوش كل شيء بالعربي بس انا مجرب كل تطبيقه بالضبط ده اللي يا جماعه خش هنا ده بالنسبه للاسترنم ده المانوبريم ده البودي ده زي فوق ده الجوينت ده مثال لكذا جوينتس في بعضه ده كارتلاجنس ده كارتلاجنس ده بيقص فايد عند سن كام سنه 60 ده عند كام سنه 40 مين الاماكن اللي الاسترنم بيشارك في عمل جوينتس فيها الاولاني هنا مع الكلافيك ده ساينوف استرنو كلافيكولا الاولاني ده الاولاني على الاسترنم ده الفيرست ريب هنا في المكان بتاعه الكلافيك بتبقى في المكان ده كده ده في المكان كده بتبقى الكل معلش بتبقى هنا كده تحتها على طول الفيرست ريب ده مثال للساينوفيا الاسترنو كلافيكولا انما ده اللي هي ما بين الاثنين ده فايبر ده سندوزموز اللي بين الفيرست ريب اسمه ايه الفيرست استرنو من استرنم كونترال معايا الباقيين دول كلهم اللي انتوا شايفينهم كل دول ساينوف متحركين متحركين من كام لكام لسبعه من 8 يبدا ياخد المارج بتاع 7 الانر سيرفيس ممكن هنا ده اوتر ده الانر سيرفيس ده ممكن اظلل الحته اللي انت شايفها الزرقاء دي او اظللها كده باللون النص التحتاني بالطباشير مثلا عشان اقول استرنو كوستاليس نيرف سبلاي اللي انتر كوستال نيرف كده خلاص الاوبننج بالسيتس والديفاسيتس ان شاء الله لا في سكر ده واحاول اقنعهم نرسل الدكتور هنا فيه استفسار لا مش بنحط في الاوبننج بسال على الديافرام وبسالك انا على الاوبننج ايه ده رايت كوبي ايه ده ليفت كوبي انا بطلب منك اذكر لي اثنين اوبننج او واحده اوبننج الليفل بتاعها والاستراكشر بس هو ده مهم جدا عشان اثنين في القصب بيجي وساعات نحط مثلا سيناريو يكون فيها الديافرام افكت مثلا عشان اسالك برضه على الاوبننج بعدين طلعت في انترفيو كده ده لسه بقول لزميله بص السيرفيس اللي تحت ده بس طبعا ارجع هو اسمه شايف البروف اللي واخده احمد هاي على طول بالشرح ده كده لا الشرح اللي عندي مش مصنع هذه انا بستنى ماذا؟ جوينت هنا فايبرس هذا لحظة ابو عمرو الله يحفظك لا تنسى نقول لها ثبت من فوق عشان الجسم يتحرك تخيل حتى ده واضح كمان ده رايت شو اسمه هذا اللي هنا رايت على فكره لا بس عشان استرون كوست لكم كده بس كود عمرو تعرف وش يريد طيب هذا الفيرست ريب طبعا تميز السوبيريور سيرفيس من الانفيريور سيرفيس السوبيريور سيرفيس يكون رف شوي الانفيريور يكون سموث وجود على الطاولة كذا كله تقريبا راكد على الطاولة اذا كان مقلوب تلقى الهيد والنك مرفوعات فوق هنا في ثلاث اماكن في سكرينيس تيوبركل وفي قدام السب كليفيان فين وورا السب كليفيان ارتري هذا بالنسبه للفيرست كيت فرق رايت وليفت زي ما قلنا حاول السوبيريور سيرفيس يكون فوق اصبر 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 بس خليك محلك عجل لا تحرك انا ايه ما حركت هذه حركت خلاص خلت طب خلاص قضيت من اخر تجربه كيف تفرق هذه الرايت ولا ليفت السوبيريور سيرفيس يكون رف او زي ما قلنا ثلاث اماكن راح يحدد بالماركر والانفيريور سموث بعدين طبعا الهيد وراء الهيد والنيك يكون باتجاه وراء والشافت بس هذا يكون رايت التيبيكال طبعا رايت فيرست التيبيكال اي تيبيكال بس اوكي شنو عطوا لي بعد لو سمحت هذا السكند هذا السكند the same criteria head
نيك تيوبركل شافت. الفرق بين بين السكند وبين اي واحد ثاني التيبكال العاديات في السوبيريور سوبيريور انفيريور بوردرز. السوبيريور تلقى راوندد او كونكيف لحد ما سموث, اللي تحت راح تلقاه شارب وفي جنبه جروف ميديالي. هذا بالنسبة للتيبكال زي واحد. اللي يفرق بين السكند والباقيات انه نفس الكلام, ما عندي سوبيريور بوردر, سوبيريور الى حد ما مخفي, فصل لي فوق الى سوبيريور سيرفس ولاترال سيرفس, وفيه اتاتشمنت هنا في رفنس تيوبركل نفس التيوبركل اللي ورينا, ولكن تكون على اللاترال اسبكت تحت سموث. والمفروض الانفيريور بوردر شكرا يا دكتور. لا يكون الانفيريور سيرفس يكون انفيريور وميديال بس. رايت ولا ليفت هيد بوستيريور تيوبركل شافت. اتاكد ان السوبيريور سيرفس رف او فيه اتاتشمنت او تيوبركل سوبيريورلي, اذا هذا رايت بوث. هذا بالنسبة للسكند التيبكلز ما فيه شيء, قلناهم كلهم تقريبا. رايت ولا ليفت زي ما قلنا الشارب السموث بوردر يكون سبيرير سبيريرلي, الشارب بورد يكون انفيريرلي خليه تحت, الهيد والتيبكل ورا راوندد, اذا هذا رايت. في باقي طيب هذا اللي تقل المهم. هذا ريب اذا كان قصير بالشكل هذا في انه 12 ضعفه ونفس شكله هذا 11 ما في اي تفصيلات, ولكن يكفي انك تقول سواء كان حتى ما اظن لازم تقول رايت ولا ليفت, صعب يتحدد. هو مجال ها ما قال الدكتور قبل شوي ف 12 اتيبكال. طبعا فرق بينه وبين 11 لان الذكر فقط انه الاند هير بوينتد في 11 راح تلقى في اتاتشمنت الكارتج صغير مره صغير فتلقاه شارب شوي مو بوينتد كذا واضح. هذا بالنسبه للريبس. الفرتيف عندي أولى صراحة يعني ما صعب شوي إنك الأولى مين موجودة على ما يبدو, ولكن أهم كراتير الأولى هذا السباين. السباين أطول سباين موجود في الفرتيف اللي هو 7 يجي بعده T1. T1 يكون نفس 7 horizontal, ولكن هذا طبعا هذا طبعا مو واحد, هذا مو تي واحد يكون هوريزونتال. كرايتيريا في كل الكرايتيريا موجوده في كل الثراسك فيرتيبا, هارد شيبد بوديز واضح. غمقوا شوي صام غمقوا شوي عشان يبان بس تمام. السباين كل ما نزلنا كل ما يزيد الانجل حقته الى ما يصير في النهايه almost vertical almost vertical تحت. طبعا هنا يكون pointed في البدايه يكون pointed زي 7 كل ما نزلت يزيد الثيكنس. واضح الفرق يزيد الثيكنس ليه وهنا المفروض يكون تحت. هذا ترانسفيرس بروسيس. اول فرق قلنا في الثراسك فيرتيبرال اللي هو الهارد شيب. في شيء ثاني اللي هي الفاسيتس او الديمي فاسيتس موجوده على الجنب. طبعا بس للانفورميشن هذا البادي
فيتيكال ولامينا. اللي بين ال... طبعا هذا الترانسفيرس بروسس. اللي بين البادي والترانسفيرس بروسس فيتيكال، بين البادي والسباين لامينا. في فقط في الثراسك فيرتيبري، في تقريبا بين بين البادي والفيزيكال في اتاتشمنتس للريبس. طبعا يختلف هذا اللي يخليك تفرق بينه وبين الباقيات، راح تحدد بماركر مو واضح هنا لكن نحاول. في واحده محدد عليها، شوف هذه السود عدد. هذه هنا محدد اوريدي. نفسها، لكن اذا كان عندي متحدد ثنتين، واحده فوق وواحده نص فوق ونص تحت، مو واحده كامله نص ونص، فهذه التيبكال فيرتيبري شابك فيها من فوق هنا الرب، الرب حقها يكون شابكين اللي هو نفس الرقم. اذا كانت مثلا رب ثلاثة راح تلقى هذه فيرتيبرا ثلاثة، وتلقى تحت رب اللي تحتها اللي هو أربعة. كفكرة فقط هذا التيبكال، بعكس الاتيبكال. الاتيبكال خاصة رقم واحد، رقم واحد طبعا زي ما قلنا راح تلقى تو هافز، نص ونص، نص فوق ونص تحت في كل التيبكال من اثنين الى ستة. ثمانية اذا التيبكال ريبس. ايه الى ثمانية، من اثنين الى ثمانية. واحد اللي يميز واحد انه راح يكون محدد زي كذا، واحدة فقط ونص تكون موجودة تحت هنا. واحد اللي هو الفيرست ريب، مش كمان في فيرست لا هي بس الفكرة انه يعني يكون واحد كامل للفيرست ريب بالشكل هذا ونص للسكند ريب. هذا اللي يفرق الفيرست فيرتيبري، طبعا تكون صغيرة بالحجم هذا، فيكون واحد كامل ونص صغير للسكند ريب. هذا اللي يفرق الفيرست فيرتيبري. طبعا الفيرست فيرتيبري مطلوبة تقال كذا فيرست فيرتيبري، وش كيف ميزتها بالحركة هذه. طبعا في ايضا فاسيت ثاني موجود على الترانسفيرس بروسيس ليشبك مع التيوبركل اوف اني ريب بالشكل هذا. ترانسفيرس بروسيس يشبك مع التيوبركل اوف ذا ريب. هنا في فاسيت من الكرايتيريا طبعا اللي تميز الثراسك فيرتيبري. بالتلخيص السريع، الفيرست يكون horizontal spine transverse process فيه فاسيت، هذه كلها ثلاثة vertebrae. في الفيرست فقط فيه فاسيت كاملة للفيرست rib ونص للسكند rib. هذا تقنية اللي يميز الفيرست عن الباقيات. من التيبكال طبعا الفيرست يعتبر فيرست اتيبكال، الباقيات من اثنين تقريبا الى ثمانية يعتبر اتيبكالز كلهم، فيهم نص فوق ونص تحت. نص هذا نص فوق ونص تحت. الباقي اللي على كلام الدكتور سواء كان 9 10 11 12 او في بعض الكتب 9 10 11 او في بعض الكتب الاكيد 11 12 يكون فست وحده فقط للرب، وحده بس. يعني مثلا لو فرضنا هذا 13، هذا الرب 12 او 11 12 وهذا 12 ريب، وهذا 12 ريب يكون بالشكل هذا، واحد فقط ما في اي شيء ثاني زياده، والباقي نفس الكرايتيريا. هي المشكله فقط في تسميه الاول والباقي. يعني الريبس اذا يجي في الامتحان يقول لك اذكر الريب، يعني وش الريب هذا؟ تقول يا اما تيبكال فيرتيبري، تقول يا اما تيبكال فيرتيبري او اتيبكال فيرتيبري، ما عدا الاول لازم يذكر اسمه والكرايتيريا اللي تميزه. ونقطة مهمة ركز عليها الدكتور اللي هي النقطة اللي يفرق الثراسك فيرتيبري عن باقي الفيرتيبري.
نيل فاسيتس وهارد تيوب. باقي السلامه. ها؟ نيل فاسيتس وهارد تيوب. باقي شيء؟ السلامه. طيب يلا عالسريع. هذا هو اللي شارح عليه قبل شوي. وإذا فيه أوضح. هذا السترنم، هذا الألتر سيرفس حقه. السترنم مكون من ثلاثة أجزاء، مانوبريم، بادي، غزيفوي بروسيس. طبعا هنا في غزيفوي سترنم جوينت، مانوبريم سترنم جوينت. هنا حصل أرتيكوليشن بعد 40 سنة، أرتيكوليشن بعد 60 سنة. مانوبريم الجوينتس اللي يكونها أربعة، أول شيء فوق هنا يكونها ما كلافك، أول جوينت بالشكل هذا تقريبا، مو مضبوط مرة لكن إيه بالشكل هذا أول جوينت. سترنو كلافيكلر جوينت ساينوفيال، هذا سكند جوينت فيرست اللي هو فيرست كوستو سترنو كوستال جوينت فايبروس او خلي فايبروس الحين فايبروس فيرست سترنو كوستال سكند جوينت سترنو او مانيبيو. طبعا مانيبيو كوستو ما فرقات مانيبيو كوستال او سترنو كوستال جوينت وذ ذا سكند كوستال كارتليج، طبعا هاف مو كامل، الهاف الثاني مكمل مع البادي، والفورث جوينت اللي هو مانيبيو سترنال جوينت. طبعا كل الاثنين الاخيرات هذولي كارتليجنس جوينتس اللي هم ساينوفي. المهم سلايدين كلهم، اذا كلهم تقريبا ساينوفيل ما عدا هذا فقط فايبروس. هذا الباقي الثالث الرابع الخامس ويكمل الى السادس والسابع كل شركات في البودي. كل شركات في البودي الباقي الباقي بعد سبعة اللي هو ثمانية وتسعة وعشرة كلهم شبكات في الكارتليج of the seventh، كل شبكات في السبنث هذول هم، وهذا السابع كلهم شبكات هنا. طبعا السابع seven costal cartilage موجود في كل منطقة سواء كان في البادي في آخر البادي هنا وال في الاكزيفويد بروسيس. وش هي ذات؟ اتاتشمنت للمصرات. ها هنا النص. هنا في طالع من هنا وراح لل كوستال كارتلج او اللي هي الريبس سترنو كوستالس مصر طبعا في العمل مو هنا. بس شكرا.